ما يزيد في سيرة الشاعر جحدر اليمامي تشويقا أنه قاطع طريق عاش في عصر عاش فيه أشهر قاطع رقاب الحجاج بن يوسف الثقفي. كان ذلك أيام الدولة الأموية وإبان حكم الوليد بن عبد الملك. هلا عدنا بنستفيد من الأستاذ عبد العزيز الذواد، مدرس جغرافيا متقاعد، صح ولا لا؟ نعم. ويعيش في هذه المنطقة. تعيش في هذه المنطقة؟ نعم، ولي خبرة طويلة فيها. نحن الآن ذاهبون إلى غار جحدر في سفح هذا الجبل الذي سفحه يسمى ظهرة عليا، يعني ظهر عليا، يعني أعلى منطقة في جبال طويق، وهو غار كبير سنشاهده بعد قليل. كان جحدر يعني يتخذه ملجأ لما هرب من الحجاج بن يوسف. أيضا هذا الغار يمر من فوقه القافلة، قوافل الحجاج اليمامة، يمكن مراقبة القوافل وهي تمشي في أول الشعيب هذا وهي تطلع على الجبل، يعني في مكان أيضا نعم للجلوس، دكة للجلوس، بس انهارت من كثرة السيول والصخور اللي تطيح من الجبل. جحدر اليمامي لما عرف أن الحجاج يطارده لجأ إلى هذه المنطقة ظهرة عليا في وادي وثيلان. إحنا الآن في وادي وثيلان. يقولون أن وعرة المنطقة جدا. نعم، ولا يستطيع الخيل تركب فيها ولا الإبل. إذا نقول أنه طلبها الحجاج فعجز عنه، فلام والي اليمامة أرسل له خطاب قالوا عجزت عن شخص، فقالوا ما نقدر عليه إلا بالحيلة، فاستحايلوا عليه بأن أرسلوا له فتيان وعليهم لبس يعني مهلهل وكأنهم يعني قطع طرق، قالوا نبي نرافقك نصير أصدقاء لك. فطبعا هو ما أنس لهم على طول، لكنه مع الكلام أنس لهم، فبدأوا يقطعون الطريق معه وأنس لهم، فجلسوا معه أشهر. لما أنسوا منه غرة انطلقوا عليه واكتفوه وارسلوه وين؟ للحجاج. كبير واسع حتى، بس وقت هددت هالصخور هذه من السنين اللي بعد عليه رسومات طبعا، شنو ليس من الحجر الرملي فصعب الرسم عليه. اي نعم، لو حجر رملي، هذا حجر رسوبي، كان تجد الانسان قديما كتب عليه شيء. والان سوف نشوف المكان اللي كان ليراقب القوافل القادمة من الشرق متجهة إلى الغرب. نعم، وهو سهل المراقبة منه حتى يستطيع أن يقطع الطريق عليهم، يعني مجلس. نعم، هذا مجلس. نعم، مجلس ويراقب القوافل القادمة من الشرق. من الشرق إلى الغرب. من الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق، ومن الغرب إلى الشرق، لكن الغرب من الغرب إلى الشرق من قدام. فعلا مكان استراتيجي للمراقبة. سهل جدا المراقبة منه، كذلك صعود من هنا سهل جدا.